بكم في مساحة جديدة للرأي. أخفق البرلمان اللبناني اليوم في اختيار خلال الجلسة 11 في رسم ملف الرئاسة اللبنانية، أيضا مرت 11 جلسة مضت دون التوصل إلى رئيس جديد للبلاد. الفراغ السياسي الذي يعاني منه اللبنانيون مستمر في حسم العديد من الملفات الحيوية داخليا وخارجيا. الخلافات تسيطر على أروقة البرلمان اللبناني بين الساسة، حيث تلقى هذه الخلافات بظلالها على المشهد داخل البرلمان وأيضا خارجه. برلمان تسيطر عليه كيانات حزبية متعارضة المصالح بعد أن كان الأمل معقودا عليه. الأوضاع تزداد تأزما يوما بعد يوم، ونقص حاد في السلع الغذائية والمحروقات ومزيد من الأزمات. وتستمر أيضا النواب في البرلمان في عدم الاستجابة لصراخ الشعب اللبناني بهدف تحقيق مصالح حزبية ضيقة. هذا ما سنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الأستاذ محمد حافظ، الكاتب الصحفي بالأهرام والباحث المتخصص في النظم السياسية. أهلا بحضرتك. مرحبا فيك. أهلا بك. طبعا يعني زي ما أنا قلت في المقدمة أن الجلسة أخفقت لاختيار رئيس جديد للبنان. في البداية كيف تصف الوضع الحالي في لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو كان متوقع ان هم المنصب رئيس الجمهوريه لم يحسم النهارده، كما اعلن ممثل عن حركه البناء انهم كل مواقف القوه السياسيه والتيارات والكتل النيابيه على ما هي، مفيش دون تغيير على ما افضت عليه جلسه العاشره. الوضع في لبنان ده طبعا سيء جدا، ويؤسفنا انه يحصل ده، انه ما وصلوش. كان المفروض على رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري انه يظل الجلسه منعقده مش بالضروره النهارده، تفضل ايام متتاليه حتى يتم تسميه منصب رئيس الجمهوريه كما حدث في مجلس النواب او في مجلس النواب الامريكي في خلال الايام اللي فاتت. معنى كده ان الاوضاع الاقتصاديه هتفضل زي ما هي على ما هي عليه. الشعب اللبناني بيعاني، حكومه تصريف الاعمال ليس عندها حلول في بعض في التعامل مع المنظمات الدوليه، فالمنظمات الدوليه لتوفير الدعم او المساعدات او المنح او القروض او الاصلاحات الاقتصاديه في حاله انها تتعامل على موضوعات من هذا القبيل مع المؤسسة الدولية، لأنها في الأول وفي الآخر هي حكومة تصريف أعمال تم إقالتها من قبل رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون. فبالتالي هتفضل يد الحكومة مغلولة على اتخاذ أي قرارات تمس حياة المواطن اليومية. طبعا الوضع الحالي فيه يعني عدم انتظام طبعا للأوضاع الاقتصادية، ويعني حتى نرى في كل المواقع وعلى الأخبار أزمات اقتصادية، أزمات في الكهرباء، أزمات في الوقود، أزمات في الغذاء أيضا، ونقص كبير في الأسواق لهذه المنتجات. كيف تتوقع يعني الفترة القادمة؟ هل سيكون المزيد من الأزمات أم سيتم حل هذه الأزمات الموجودة وتتفاقم بشكل كبير؟ هل سيتم حلها من الحكومة الحالية؟ لا طبعا، لا يمكن طبعا حل كل الأزمات من قبل حكومة تصريف الأعمال، لأن زي ما قلت لحضرتك قراراتها مرتبطة بما هو آني، بما هو عاجل التدخل فيه. لا يمكن السماح لها بعقد اتفاقيات دولية مثلا، لأن لازم رئيس الوزراء المعين، رئيس الجمهورية المعين، له دور وفقا للدستور اللبناني الصادر 1923 معدل سنة 2004. فبالاشتراك مع رئيس الجمهورية يتم الاتفاق على الاتفاقيات الدولية، التصديق على الاتفاقيات الدولية، على السياق الحديث عن حل المشاكل الجذرية اللي بتقابل البلد، وضع خطط مرحلية لحل هذه الإشكاليات. فمعنى إن ظل عدم تسمية رئيس الجمهورية في الجلسة 11 لمجلس النواب اللبناني، معنى كده إن مزيد من المشاكل، مزيد من تفاقم المشكلات. على سبيل المثال نسبة الفقر بعد التقارير دي بتتكلم عنها وصلت لأكثر من 80%، العملة وصلت لأعلى لمعدلات انهيار غير مسبوقة في تاريخ لبنان، أزمة الكهرباء مشاكل مالهاش حل، أزمة النظافة على سبيل المثال والتعليم والعلاقة، عديد من المشاكل
تل كبير جدا من المشاكل اللي بيواجهوا اللبنانيين في حياتهم اليوميه والمعيشيه. لدرجه ان البنوك لم تفي حاجه تسديد حاجه المودعين نفسهم. فمزيد من المشكلات، مزيد من التأجيل، مزيد من الأزمات المتتالية اللي هتواجه لبنان في خلال الفترة اللي جاية. أكيد. طبعا يعني الشعب اللبناني يعني هو مكتوف الأيدي، يعني هو يعني حتى نرى نحن يعني حتى على كل القنوات الإخبارية بيعترضوا، طبعا بيعترضوا على النقص الغذائي، على قلة الموارد، على هذه الأشياء كلها. لماذا يعني لم يسرعوا في اختيار رئيس جديد؟ يعني هو لمصلحة البلاد أساسا. يعني عملية اختيار رئيس الجمهورية بالنسبة في لبنان ذات امور معقده شويه، بترجع للدستور، بترجع للقوانين، بترجع لافرازات لجنة الانتخابات الاخيره. مثلا الدستور اللبناني الصادر في 1923 ومعدل في 2004 بيقر ان يتم اختيار مجلس النواب، اختيار رئيس الجمهوريه من قبل اعضاء مجلس النواب. واعضاء مجلس النواب هنرجع لنشوف خلفيتهم ايه، خلفيتهم الدينيه، خلفيتهم السياسيه. مجلس النواب بيتكون من حوالي ما يزيد عن 10 كتل، كل كتل من الكتل ديت لها فصيل ولها مرجعيه دينيه ولها كتله سياسيه. التيار الوطني اللي هو مرجعيه مسيحيه. هو طبيعي مجلس النواب يعبر عن كل الشرائح. يعبر عن كل الشرائح، ولكن هناك عدم، ما فيش رئيس توافقي. يعني على سبيل المثال ان حركه امل وحزب الله بترشح سليمان فرنجيل لرئاسه الجمهوريه، في المقابل القوات اللبنانيه بسكويات سمير جعجع والطير الوطني جبران باسيل بيرفضوا ويرشحوا جبران باسيل ويرشحوا ميشيل معوض. فهنا تضارب، زائد ان الانتخابات الاخيره اللي تمت في مايو 2022 جاءت بظواهر جديده على مجلس النواب. جاءت بحوالي 28 نائب من المستقلين وما يطلق على انفسهم التغييريون، ويقول لك ما حسموش موقفهم ولا راحوا الاتجاه الشيعي اللي هو بمسوح حزب حركه امل وحزب نصر الله حزب الله، ولا اتجهوا ناحيه ما هو حزب الاغلبيه داخل لبنان. ما فيش حزب اغلبيه، كل تيار من التيارات دي او حزب متساوي في عدد فقط، لم يحصلوا على نسبه 65%. يعني مثلا على سبيل المثال لنجاع الاختيار رئيس الجمهوريه يتم اختيار بنسبه 86 عضو من اعضاء مجلس النواب اللي هو عددهم 128. طب في المره الاولانيه ما وصلوش ل 85، بتنزل النسبه ل 50 زائد 1 اللي هي حوالي 65 نائب. فما فيش حزب او تيار او كتله سياسيه داخل مجلس النواب بلغ عددها او حصلت استطاعت انها تحسم الامر او وصلت الاغلبيه اللي هي 50 زائد 1 اللي هي 65 عضو. فكل اللي بيتم ما بين الكتل وبعضها ان الحوار، وللاسف الشديد جدا لما توصل لحوار خلال 11 جلسه فاتت. ونرجع لده، يرجعنا لاحداث حصلت في السابق. دي مش اول مره يتعذر اختيار رئيس الجمهوريه في لبنان، ولكن حصلت في سياقات مختلفه. في سنه 1953 حصل الوضع ده، في سنه 1986، في المره الرابعه حصلت في 2007، والمرة الخامسة حصلت في 2014، وكانت أكبر فترة فيها في 2014 ظل النظام في لبنان بدون رئيس لمدة سنتين ونص. وده بيرجع لبدء إن القوى السياسية عاوز تغييرات جذرية في البنية القانونية والدستورية والتشريعية. لازم اللبنانيين يوضعوا عند وضع القانون، كان لازم يحط الأرضية الوطنية. الأرضية الوطنية الخالية من كل اتجاهات او تيارات دينية او مرجعية بالاساس لنجاح الدولة، وان الدولة تبقى في القرن داخل القرن 21، او احنا في القرن 21 تستطيع تلبي احتياجات مواطنية من مختلف المجالات ومختلف الخدمات ومختلف كل شيء. انما في كل هي كلها طلبات كلها يعني نرجع للصراع، سواء صراع انتخابات مهنية، انتخابات نقابية. وبالدليل مثلا على
سبيل المثال نسبة التصويت في الانتخابات الأخيرة اللي حصلت في مايو 2022 تراجعت، كانت نسبتها حوالي 42%. لما نقارنها بالانتخابات اللي حصلت في مرتين الأولانيين في 2018 و2014 فهي كان 2014 كانت 49 في 2014 كانت 52 في 2018 كانت حوالي 49. فمعنى كده إن الشارع أو الجمهور اللبناني تململ من الحساسية، تململ وفقد الثقة في أعضاء مجلس النواب، فقد الثقة في الحكومة، فقد الثقة، استشعر في لحظة من اللحظات إن صوته ما أصبحش مهم، إن العضو مجلس النواب مش هيأدي خدماته، إن إحنا هنوصل لمشاكل أخرى. فالمفروض في الفترة اللي جاية ديك أو في الجلسة الـ 12 إن الفرقاء أو التيارات المختلفة الكتل النواب اللي تحط في اعتبارها مصلحة المواطن، مصلحة لبنان، المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة وفوق كل مرجعية. وخاصة وأن طلبات الشعب اللبناني هي الطلبات الأساسية سواء كانت وقود أو غذاء أو كهرباء أو مية، يعني هي كلها يعني طلبات اللي بيحتاجها اي مواطن عادي يعني يوميا، مش اي ما فيهاش رفاهيه يعني. للاسف الشديد القوة السياسية الموجودة او الممثلة او المنوطة باختيار رئيس الجمهورية مش حاطة في اعتبارها، يبدو انه مش حاطة في اعتبارها المواطن، والا لو كان المواطن بيحوز على اهتمام او اولوية من اولوياتها من الأولويات الداخلية كانت وصلت النهاردة لتوافق مع تردي الأوضاع بالشكل الرهيب اللي احنا عايشينه وبنشوفه، بنشوفه على القنوات الإخبارية وعلى الشاشات التلفزيون من تدني الخدمات، كل الخدمات تقريبا في لبنان، وإن اليمن إن لبنان ممكن يروح في مكان احنا مش عايزين نروح فيه دلوقتي، أو عايزين نحافظ على قوام الدولة، عايزين نحافظ على يعني كفاية بعض العواصم العربية وقعت فريسة الأنظمة دخيلة وأنظمة إقليمية موجودة زي بدون تسمية يعني. فإحنا عايزين الذي يستقر في لبنان أكيد. يعني أكيد الرئيس القادم أمامه تحديات عديدة يعني، ومشاكل أيضا عديدة تخص المواطنين وتخص البنية التحتية في لبنان، يعني هيكون قدامه يعني مشاكل عديدة. كيف يعني سيتم حل هذه الأزمات، وخاصة أن يمكن أي رئيس قادم أكيد يعني هو يعني يرى كل المشاكل الموجودة حاليا. أولا الرئيس القادم بالنسبة للمشاكل الحالية أو بالنسبة للخدمات اللي بتتم بشكل يومي فهو غير منوط بيها، لأن الدستور اللبناني زي ما ذكرت حدد مهام واختصاصات رئيس الجمهورية فيما هو رئيس اللي هو حامل الدستور، حامل القوانين، وإن كل شيء يرجع في الأول والآخر بالمشورة رئيس مجلس الوزراء اللي هو رئيس مجلس التنفيذي، هو بيبقى بيده بكل الصلاحيات المخولة بخدمة المواطنين وتوفير الخدمات وسياق الدولة محلية على المستوى المحلي بتبقى في إيد رئيس مجلس الوزراء. إنما رئيس رمزية رئيس الدولة موجودة بتدي مصداقية للبنان على مستوى العالم، بتدي مصداقية في ولكن الهجوم دائما بينصب على الرئيس يعني. بينصب على الرئيس إن هو اللي مش فاهمين النظام كيف تدار لبنان أو من يحكم لبنان، فالرئاسات بيعتبر النظام في لبنان بيتوزع على ثلاث رئاسات، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية، كل منهم لهم مهام منفصلة عن مهام الآخر، ولكن بيتقابل في المهام الرئاسية بالأساس رئيس الجمهورية، منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس مجلس الوزراء أو لأنه رئيس السلطة التنفيذية، فبيتم التفاهم ما بين الرئاستين فيما يخص الاتفاقيات الدولية، الدستور، القوانين، بعض الأشياء البسيطة اللي تخص مجلس النواب، غير كده رئيس الجمهورية ملوش يد عليا في كيف يسير الداخل أو كيف تسير الأمور بالداخل يعني. طيب أكيد كل فئة يعني تم ترشيح يعني رئيس من جانبها، ما هي الأجندة اللي قدمها كل رئيس يعني؟ هل ما فيش أجندة؟ طبعا في ثلاث رؤساء موجودين تقديمات، التيار الوطني جبران باسيل اللي هو بيمثل الطائفة المسيحية مقدم نفسه، ميشيل معوض تيار الاستقلال بدعامه القوات اللبنانية وحصل في المرحلة الأولى والثانية والتقفل المرحلة اللي قبل كده في الجولات اختيار جماعة حوالي 44 مقعد، وفي الورقة البيضاء بيخش حصل حوالي 44 او 42
اعلامه ايضا، سليمان فريدي مرشح العام بتدعمه حركه حزب الله وحركه امل وبعض المستقلين والتغييرين والتيار الوطني. احيانا في الوقت وفي الاخر بيحصل تقارب ما بينهم ولا التيار الوطني. اما بالنسبه للتغييريين او المستقلين اللي هم دخلوا على اللي هم الممثلين وجود في مجلس النواب 2022، فما اعلنوش عن مواقفهم او انحيازاتهم سواء بالنسبه للتيار الوطني، اتجاه معسكر التيار الوطني او معسكر الشيعي اللي حزب الله اللي بتزعمه حزب الله السيد حسن نصر الله او حركه امل، او بالنسبه للقوات اللبنانيه اللي بتزعمه سمير جعجع وبيدعم ميشيل معيط. فمفيش لم يصل سواء الكتله دي او الكتله دي بمرشحيها لم تصل الى الحد الادنى لاختيار رئيس الجمهوريه اللي هو 65 مقعد. فبالتالي تعذر انتخاب رئيس الجمهوريه. فبالنسبه طب ليه تعذر اختيار رئيس الجمهوريه؟ في عدد كتير جدا من ال طب خلينا نرجع لموضوع تعذر اختيار رئيس جديد للبنان، ولكن الان مشاهدينا نشاهد ما قالته الصحافه عن الوضع الحالي في لبنان ونعود مره اخرى. نبدأ بالشروق، حيث يرى عبدالله السماوي أن الفراغ السياسي في لبنان لن يؤسس لانتقال ديمقراطي أو تغيير في قواعد اللعبة السياسية، فلبنان يحتاج إلى خريطة طريق يرسمها لنفسه وفقا لمصالحه وليس لقوى إقليمية ودولية تحكمها أجندات خاصة. في الأهرام تشير رابحة سيف علام إلى أن الإبقاء على الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة سيلقي بظلاله على اتفاق الفرقاء السياسيين للخروج من الأزمة الراهنة وانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة. أما الوضع على الحدود فإن أي تهديد من جانب الحكومة الإسرائيلية الجديدة من شأنه التأثير على الاتجاه الذي سيسلكه حل الأزمة اللبنانية. أما في الأخبار اللبنانية فيبعث وليد جنبلاط برسالة مفادها أن لبنان الذي نعرفه قد ولى إلى غير رجعة، وهو الآن في حالة فراغ سياسي وتفريغ ممنهج بهدف تفريغ وجهه وهويته، فالفراغ يظهر للعيان جراء التعطيل المقصود لعمل المؤسسات، والتفريغ يأتي نتيجة لحالة الشلل الذي تشهدها القطاعات الرئيسية في الدولة اللبنانية. في النهار يحذر الكاتب السياسي اللبناني سركيس أبو زيد من أن اختلاف وجهات النظر بين الأحزاب السياسية في تفسير مواد الدستور اللبناني تجيز لكل فريق استخدامها وفقا لأجندته السياسية الشخصية، فلا يوجد دستور يمكن الاحتكام إليه لاحتواء الخلافات والتدينات بين الفرقاء في لبنان. وأخيرا في العين يرى محمد قراص أنه لم يكن لبنان يوما أولوية سياسية على الأجندة الدولية، وحتى المبادرة الفرنسية فقد التزمت بحدود الممكن والممنوع في المشهد الدولي، لكن يبقى لبنان ضرورة مهمة للأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. عدنا مرة أخرى مشاهدينا، يعني حضرتك كنت بتتكلم قبل التقرير عن الصحافة عن اختيار رئيس جديد وتعذر اختيار رئيس جديد. أيوة فندم. تعذر اختيار الرئيس الجديد لاختلاف الكتل، عدم وصول توافق ما بين الكتل السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني على اختيار رئيس جمهورية، لاختلاف الأجندات، لكل كتلة لها أجندتها السياسية وكل كتلة لها مرجعيتها الدينية، لأن القانون أو الدستور اللبناني بيحدد السلطات، بيحدد عدد اعضاء كل كتله من الكتل اللي موجوده على اساس ديني. فمثلا الكتله المسيحيه لها عدد معين، الكتله المسيحيه لها عدد معين من الـ من الـ من الاعضاء يمثلوا في مجلس النواب، الكتله السنيه لها عدد معين من الاعضاء، الكتله الميرونيه لها عدد من الاعضاء، الكتله الشيعيه لها عدد من الاعضاء يمثلوا في مجلس النواب. كما ان العدل كل الدستور والقوانين المكمله للدستور قالت ان كل حددت عدد المقاعد المحدده لكل تيار او كل كتله على اساس ديني وعلى اساس مرجعيه، انت واخد بالك؟
نفس القصة حددها الدستور والقوانين المناص وزع السلطات زي ما قلت قبل كده. تمام، رئيس الجمهورية يبقى من مارنا المسيحيين، رئيس مجلس الوزراء ورئيس التنفيذي يبقى من السنة، رئيس مجلس النواب يبقى شيعي. نفس القصة بالظبط النظام البرلماني زي ما هو النظام البرلماني الموجود في لبنان هو موجود في العراق. ممكن يقعد رئيس الجمهورية سنين ليتم اختياره حتى يتم التوافق، ما فيش شخصية توافقية، مشير معوض ما دام مش توافق عليه مرشح القوات اللبنانية اللي هي المسيحية. هو طبيعي يعني كل فئة هتختار الشيعة الشخص الممثل. سلمان ترنجي اللي بيقول لك احنا يعني نائب الأمين العام لحزب 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 حسن نصر الله، انت واخد بال حضرتك من قبل يومين ثلاثة بيقول احنا عاوزين رئيس جمهورية بنفس التصريح، عاوزين رئيس جمهورية يقف في ظهر الحركة يساند الحركة ينفذ أجندة الحركة المشروع القومي للحركة اللي وبيتكلم كلام كبير على ان على اساس ان الحركه ديت يعني هي حمى الديار العربيه والوطنيه والاسلاميه في حد ذاته، ويتناسى تماما مصالح الاطراف الثانيه، ويتناسى تماما تماما ما نص على الدستور والقوانين المكمله في لبنان، انت واخد بالك للكتل والتيارات السياسيه الاخرى يعني. وتعترض ده كله تمام في مصالح في اجندات بعض التيارات لها مرجعيه دينيه على مستوى الاقليم، لها مرجعيه سياسيه على المستوى الدولي. طب ليه ما تمش حاسم ده كله في الفتره اللي في 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 الانتخابات في 11 جلسه؟ التغيير المستقيم حصل على 28 مقعد. التيار المستقبل سعد الحريري انسحب بعد ما كان 17 مقعد مثله داخل مجلس النواب اصبح حوالي 7 أو 8، ومتشرذمين ولاءات المطروح ما توزعت ما بين التيار المسيحي وبين التيار الشيعي. بالنسبه لبعض الاقليات هم كلهم في الاول وفي الاخر اقليات بدليل ان ما وصلوش ل 65 زائد ال 65 مقعد، فبالتالي مش هنوصل لنتيجه، مش هيوصل لبنان مش هيوصل نتيجه او مجلس النواب في لبنان مش هيوصل نتيجه لتسميه رئيس الجمهوريه الا بالتوافق الا بالحوار الا بوضع مصلحه الوطن الا بوضع المصلحه الوطنيه في كل مصلحه في كل مرجعيه. طيب هل هناك اي تدخلات خارجيه او دوليه للوضع الداخلي داخل لبنان؟ هو ما فيش وطبعا طول الوقت لبنان مسرح للعمليات. لبنان في شيعه موجودين من المصريين لايران، في المسيحيين المصريين لفرنسا وامريكا وبريطانيا، في السنه المصريين للسعوديه اللي هم بيتبنوا اجنده عربيه كما كنت بقول لحضرتك. ولكن في الوقت التالي في الوقت اللي حاضر اللي احنا فيه اعتقدش التدخلات الدوليه لها دور في ما يحدث في لبنان، لان الاجنده الدوليه مزدحمه بما هي فيه، ايران فيها مظاهرات، الدول العربيه بتعاني من تبعات الحرب الروسيه الاوكرانيه، امريكا ودعمها لحلف الناتو وما يحدث على المسرح العالمي من تدخلات كثيره بتنشغل تشغيل الولايات المتحده الامريكيه ما بين الصين وروسيا وامريكا. فبالتالي الموضوع اذا كان الفرقاء او انا اسميهم فرقاء لانهم لم يوصلوا الى توافق لتسميه رئيس الجمهوريه، فبالله معنى كده انهم فرقاء ما هماش متوافقين على اسم معين. لابد ان ينتبهوا لهذا الوضع. طيب يعني نحن الان نشاهد الوضع والازمه الاوكرانيه الروسيه وايضا هي بتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي كله، يعني العالم كله الان في ازمه اقتصاديه كبيره. هل يعني ده بيؤثر ايضا على الوضع داخل لبنان؟ الازمه الاقتصاديه العالميه؟ لا مش فاهم. يعني الازمه الاقتصاديه العالميه الموجوده الان هل هي ايضا تؤثر او من اسباب الازمه داخل لبنان ام لبنان ليها مشاكلها الخاصه بيها؟ لا هي الاثنين، هي طبعا اثرها انعكست على كل دول العالم بلا استثناء اللي ما يحدث في العالم. انما لبنان مشاكلها موجوده ومتوارثه من ثلاث اربع سنين، اللي احنا الوضع في لبنان ده متوارث، وزي ما قلت لحضرتك ان دي مش اول مره، دي حصلت دي سادس مره يحصل فيها الاختلاف على تسميه رئيس الجمهوريه، يقعدوا بالشهور ويقعدوا بعشرات الجلسات لاختيار رئيس الجمهوريه. فالمشكله في لبنان مشكله ازليه مترتبطه بتعديل الدستور والقوانين المكمله. عندما يتم تعديل الدستور اللبناني يعني هي مشكله سياسيه ليست مشكله اقتصاديه. لا مشكله سياسيه في الاساس.
مشكلة سياسية، لأن الدستور اللبناني قائم على الطائفية وعزز الطائفية، القوانين المكملة أكدت على الطائفية في لبنان. فأنت جاية بتتكلمي على منظومة قانونية ودستورية حاكمة للإطار السياسي أو للنظام السياسي اللي موجود، تاخد بال حضرتك وعاوز توصل للتوافق اتجاه من أبسط الاختيارات إلى أعلى الاختيارات اللي هو اختيار رئيس الجمهورية. فالمفروض الدستور يحدث تعديلات دستورية قانونية لتصحيح الوضع المعلوم. هل في نقاط معينة داخل الدستور هي يعني المتسببة في هذه المشكلة أو في رغبة لتعديلها؟ الطائفية طبعا، الطائفية هو نص على الطائفية، الدستور الإقليمي نص على الطائفية الإقليمية، وزعت الاختصاصات على أساس ديني، وزعت الاختصاصات على أساس ديني وسياسي، وزعت أعضاء المنظومة على أساس ديني، وقسمت السلطات على أساس طائفية في ديني وسياسي، وكل زي ما قلت لحضرتك لكل اتجاه من هذه الاتجاهات مرجعيه دينيه ومرجعيه سياسيه على مستوى الدوله، على مستوى الاقليم، على مستوى العالم. فبالتالي نقاط الخلاف كثيره ومتشعبه في داخل لبنان. اكيد طبعا احنا بنرغب الفتره القادمه ان شاء الله ان يتم اختيار رئيس، لان اكيد ده هيصحح العديد من الاوضاع وهيعمل نوع من الطمانينه ايضا، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان هي نفسيا ان وجود رئيس ده هيطمئن الشعب بشكل كبير، لان هم هيشعروا ان في حد يعني هو اللي مسؤول عن الاوضاع الداخليه. نتمنى ذلك ان يظهر في الصوره او في الافق في خلال اولنا، مش عايزين نيأس ان اختار رئيس، لان حدثت اكتر من مره زي ما قلنا، وحدث احصل اكتر من جلسه من جلسات تجاوزت، يعني في 2014 حصل تقريبا 45 جلسه لاختيار رئيس الجمهوريه، قعدوا سنتين ونص لاختيار رئيس الجمهوريه. فاحنا ما يعني احنا منذ انتهاء فتره ولايه الرئيس السابق في 31/10/2022 لحد النهارده حوالي 80 يوم تقريبا يعني، فمش هنفقد الامل وان شاء الله يعود على جلسه مفاوضات والتوافق والحوار في الاول وفي الاخر هو هيوصلنا الاختيار او الاتفاق على اسمه لمصلحه لبنان واللبنانيين في ظل اوضاع اقتصاديه صعبه جدا، في ظل انهيار اقتصادي في لبنان، في ظل انعدام من الخدمات اليوميه للمواطن اللبناني. اعتقد لو ظهرت زي ما طرح بعض السياسيين طرح في لبنان اسم رئيس الجيش جوزيف عون، تمام، اعتقد ان ده شخصيه توافقيه قائمة على أساس وطني، لأن الجيش اللبناني جيش وطني، هتحصل على رضا المواطن وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. طب هل جامعات الدول العربية ليها يعني إذا تدخلت لحل أو للإسراع في اتخاذ رئيس، أم ده يعتبر شأن داخلي داخل لبنان؟ لا هو شأن داخلي، ولكن ممكن يكون يعني حصل اجتماع ثلاثي ما بين قطر، رئيس قطري وولي العهد السعودي وفرنسا الحس، ولكن ما طلعش بيان، وحسوا في بيان مقتضى على الطيارات والقتل اللبنانيه ان تضع مصلحه لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار. اكيد احنا اكيد طبعا بنتمنى ذلك، لان يعني لبنان والشعب اللبناني هو شعب شقيق، نتمنى ليه طبعا كل يعني التوفيق والسلام ايضا للشعب اللبناني. بشكر حضرتك جدا على وجودك النهارده معانا الاستاذ محمد حافظ الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، شكرا جدا لوجودك، وشكرا جدا لكل مشاهدينا على المتابعة، وإن شاء الله يتجدد اللقاء.